تسلم أمس وزير التنمية السياحية والثقافة الجديد محمد صالح هارون مهامه رسميا من خلف الوزير يوسف أبا صلاح في مناسبة جرت بمقر الوزارة، وقد ترأسها الأمين العام للحكومة حسن أحمد باشا. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. تنفيذا لمشروع تعديل الوزاري الذي جرى في الأسبوع المنصرم، جرى حفل تسليم وتسلم بوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بين الوزير الجديد محمد صالح هارون والوزير السابق يوسف أبا صلاح، الذي شكر في كلمته رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاه إياه منذ توليه زمام الأمور على رأس الوزارة، حثنا العمال على التعاون مع الوزير الجديد في إكمال ما تبقى من البرامج السياحية والثقافية. الوزير الجديد محمد صالح هارون هو الآخر ثمن جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي أعطاه الثقة الكاملة وأولاه إياه على رأس هذه الوزارة، طالما من جميع عمال الوزارة على المشاركة في تنفيذ البرامج السياحية والثقافية بغية المساهمة في التنمية المستدامة في البلاد.